تحية طيبة للمشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا. واليوم أنا هلأ بلشت باللحمة الخشنة أو اللحمة الناعمة اللي حاططها بهالوعاء المتوسط الحجم، حاطط معها بودرة البصل، رشة صغيرة من الأوريغانو ورشة ملح، رشة قرفة، فلفل أسود ومدعكم مع بعض. لكن عنا بودرة البصل، لحمة خشنة أو لحمة ناعمة بس يفضل تكون خشنة، عنا أوريغانو، قرفة وفلفل أسود، طبعا ما بدنا ننسى رشة الملح. أوكي، عندي هون بصلة، هاي بصلة اوكي. لكن عنا من البصل، كمان شو بنعمل هون؟ هيدي البصلة بهالشكل، شفتوا كيف قطعتها؟ اوكي، طيب هلا لكن البصل قدامي بهالشكل هيدا. هون عندي اللحمة وفي عندي من جبنة التشادر. اوكي، كمان بنقطعها كيوبس. اوكي، ليكو شو صار في عنا. بصل، جبنة التشادر واللحم، عم تشوفوا كيف عملناها. نعمل بعد كم حبة أنا وياكم. طبعا نحن هون بدنا نعملها بعد بالطحين وبالبيض وبالكعك، لكن مشاهدينا جبنا لحمة خشنة، حطينا للحمة الخشنة بودرة البصل، حطينا قرفة، أوريغانو، فلفل أسود، رشة ملح، خلط اللحمة كلها سوا مع بعضها وعم نحطهم بالبصل بهالشكل. وهلأ رح نعملها طحين بيض كعك أو باني. أوكي، كمان بدخلها في جبنة. نحنا في عنا بالبراد حضرنا اللحمة، عين اللحمة، لحمة الستيك اللي هي أول شيء جبنا لحمة الفيليه. الفيليه أطرش شيء بلحوم القصابة، قطعتها وحطيت لها زيت زيتون، فلفل أسود، بقدونس خشن والثوم، تبلتهم وحطيتهم بالبراد. رح شيلهم بعد شوي، فوتهم على الفرن على درجة حرارة 200، حرارة متوسطة معتدلة، لحتى يستوى ونحصل أيضا على مذاق ونكهة كتير رائعة. طبعا بدنا نقدمها مع سلطة الجرجير أو سلطة الروكا حسب ما بيكون متوافر عنا، كان من جرجير ولا كان من روكا. الصلصة رح أقدمها هي عبارة عن خردل، عن خل، عن زيت زيتون، عن بهار، وأيضا رشة ملح، وما ننسى عصير الحامض لأنه كمان هو بيعطي نكهة كتير طيبة للصلصة. لكن الصلصة رح تكون هي عبارة عن زيت زيتون، عن خردل، عن خل أبيض، وعصير حامض، ملح، ورشة بهار. هلأ هون أنا كمان
بدي اعمل احضر البيض، بدي احط البيض مع رشه صغيره من الفلفل ورشه ملح، بدي اجيب هالحبه حطها بالطحين وايضا حطها بالبيض وحطها بالكعك ودغري قليها. فيني اقدم معها كذا نوع من انواع الصلصات، سويت تشيلي صوص، فيني اقدم معها الكاتشب، وفينا نقدم معها ليمون ماسترد او حيلا نوع من انواع الصلصات مثل ما خبرتكم، او فيكم تاخذوا معها صلصه الباربيكيو مش غلط. اوكي، فينا كمان بعد نعمل بهالشكل مثل ما عم نشوف نحن. لكن عندنا نحن بالبراد اللحمه المتبله، بضل باخر فقره رح احضر انا وياكم الصلصه، ورح نحضر هول نعملهم بانيه بالطحين والبيض والكعك، بدنا نقليهم وبدنا نفوت الستيك او اللحمه على الفرن على درجه حراره 200 ونشيلهم نقدمهم مع سلطه الجرجير. طيب، لكن شفنا نحن كيف البصل قطعناها، كيف اخذنا البصل من الكعب، كيف حشيناها، وحتى هيدا رونديل ماخوذ من النص كمان فينا نحشيه مش غلط، لو من النص ما عندنا اي مشكله، لان رح يتغلف بالطحين ورح يتغلف بالبيض ورح يتغلف بالكعك. بهالوقت انا بدي كفي بعد شوي من هول الرونديلات اعملهم، وبهالوقت بدي ارجع لعندك رولا. شكرا لك شيف، يعطيك الف عافيه. نتوقف مع بريك، كارمن ترجع تنضم لنا، واتصالاتكم مع زودياك.